من ألايف رح نحكي عن معاصر الشوف. معاصر الشوف هالمنطقة يلي ناشطة جداً خصوصي بموسم الصيف، مهرجانات وحفلات بنحكي عنهم بالتفصيل مع دكتور جورج عربيد. أهلا وسهلا فيك. شكراً. حضرتك رئيس بلدية معاصر الشوف، دكتور وأستاذ جامعي بالهندسة المعمارية، مهندس معماري، تخليت هيك هلأ لهالفترة الوجيزة عن التعليم الجامعي لحتى تتفضى ويكون عندك الوقت الكافي للبلدية وللإنماء بمعاصر الشوف، ليه هالنقلة وشو اللي خليك كمان هيك تتخلى شوي عن التعليم؟ هي أنا بلاقيها مش نقلة كبيرة، بعتبرها نقلة نوعية، لأنه الشغل مع الناس شغلة بحبها من زمان. أنا كتير ناشط بالمجتمع المدني وبلاقي انه الواحد يشتغل لضيعته شغله طبيعيه. على كل حال معلقين شوي ببعضهم، يعني بين الهندسه والتنظيم والمدن والتخطيط طبعا والتخطيط والبلديه. ما في تناقض ابدا. صحيح. البلديه حاليا منظمه سهره ب 19 اب، هيك سهره خاصه جدا، الاوركسترا اللبنانيه بقياده الاستاذ اندري الحاج وغناء أميمة الخليل، بالاضافه للمهرجانات المعودين عليهم يلي رح نحكي عنهم. بس بدنا ناخذ اكثر تفاصيل عن هالسهره، وليه قررتوها انتم كبلديه ومين داعيين؟ يعني الحقيقه نحن داعيين ولاد الضيعه، اهلا وسهلا بالكل، بس اكيد ما رح فينا الكل يساعوا لانه هيدي مجانيه، ونحن بنعتبر انه بالثقافه كمان بنجمع الناس. السنه الماضيه عملنا حفله موسيقيه كثير ناجحه كانت، كمان مع المايسترو اندري الحاج والاوركسترا الشرقيه اللبنانيه، كان عندنا العازف الفيولون جهاد العقل والمطربه المغنيه فابيان ظاهر، والسنه رح يكون معنا نفس الاوركسترا مع أميمة الخليل، فمتأملين خير فيها والنجاح بتصور. والدعوة مجانية، بس عدد المحلات هو تقريبا 600 شخص فقط. صحيح، السنة الماضية كان عندنا 600 كرسي، يمكن السنة بنزيدهم شوي، ونتأمل خير من هالسهرة اكيد. لكن بنذكر انه رح بتكون ب 19 اب بمعاصر الشوف. حضرتوا لنا على كل حال فيديو لأميمة الخليل يلي اشتقنا لها كثير، واشتقنا لصوتها الراقي، رح نسمعها بعد شوي. ورح نحكي كمان عن باقي المهرجانات والنشاطات ببلده معاصر الشوف. مهرجان جبلنا يلي بنعرفه وعم بيتجدد كل سنه مع جمعيه جبلنا، ايمتى رح بيكون السنه؟ السنه ب 3 ايلول، احد 3 ايلول، اجمالا بيصير باول اسبوع من ايلول. نعم. وهذا المهرجان الحقيقه له 12 سنه وعم بيجيب عالم كثير على الضيعه، والبلديه بتتعاون كثير مع جمعيه جبلنا اللي هي بتقوم فيه. رح نحكي كمان عن تعاون البلديه مع الجمعيات الاهليه يلي موجوده. خلينا نحضر أميمة الخليل. يعني السهرات الفنية عم بتكون مدروسة جدا، ومثل ما ذكرت هي سهرات فنية تثقيفية أيضا. كيف عم بيتم الاختيار؟ على أي أساس عم بتكونوا عم تختاروا الفنانين الموجودين معكم؟ للحقيقة نحن بنسأل الناس بالضيعة مين حابين يسمعوا، والأكترية حبوا السنة تكون أميمة الخليل. نحن بنحب نشارك الناس بالرأي، هذا الشغلة بالمجلس البلدي معودينا، كمان القرارات تتاخذ بالنوع من اجماع او على القليل بالتصويت، فاراء الناس كثير بتعني لنا. كوني انا جاي من المجتمع المدني، مشاركه الناس بالقرار وبالافكار شغله كثير مهمه. اوقات ناس بتقول انه طيب استاذ جامعي شو علاقته بالبلديه؟ انا بعتقد التجديد ضروري، ويمكن مقاربه جديده للامور بالبلديات شغله بتفيد البلديات. نعم. حتى هيدي انا بعتقد ممكن يكون فيها نوع من ابداع. أكيد، وبفتكر أنا في سيستم ممكن يمشي وين ما كان. صحيح. كمان بس أكيد عملت روداج سريع، يعني لأنه أول شغلة عملت قريت قانون البلديات، هذه شغلة ضرورية لأنه لا. الرئيس البلدية عنده صلاحيات كثيرة ولازم يعرف يستعملها. وأنا بآمن كثير بتوسيع حلقة القرار.
والانماء المتوازن بالبلد، وكمان انه البلديات تنعطى صلاحيات على شرط تكون مؤهله وتحضر حالها للمسؤوليه الكبيره اللي عندها. طبعا، وكمان ما تعارض الاشخاص اللي كانوا عم بيشتغلوا قبل، لانه نحن بنعرف انه عهد البلديه بيتغير، ولكن فيها الجمعيات وهالاشخاص اللي عم يشتغلوا من قبل كمان هون حلو الدعم يستمر من مجلس لمجلس اخر. عم نحكي طبعا كمان عن جمعيه جبلنا يلي بتنظم كل سنه بنهار احد، نهار رائع جدا. يا ريت تذكرنا شوي شو بيكون هذا النهار. بيكون عنده موضوع مواضيع عده ب 12 سنه مرقت، موضوع العصافير، البيئه، بنركز كثير على البيئه والطبيعه فيه. المنتوج بصير نهار الناس بتبيع المنتوج بالضيعه، المونه مهمه كثير، مواضيع العلاقه مثلا الدبكه، هلا صار له سنتين وهلا السنه الثالثه. الدبكه معروفه كثير، مهرجان جبلنا للدبكه بيكون في فينال لمباريات من كل الضياع بيجوا. نعم، وفرصه حلوه لحتى اولاد الضياع يختلطوا مع ناس من كل لبنان. ونرجع نعيد شوي هالتراث اللبناني يلي عم ينفقد شوي شوي للاسف. خلينا نحكي لكان عن افضل قريه بلبنان. لما بنحكي عن افضل قريه بلبنان قد ايه كمان هون معلقه بالتراث. مسابقه عم بتصير حاليا، صرتوا باخر 10 متسابقين. بدنا ناخذ شوي تفاصيل عن المسابقه، عن التصويت، واكيد رح نشوف فيديو. نحن عملنا كامبين هلا عم نشوفها على الشاشه، هي بتحكي شوي عن الشيء اللي عم نشتغل عليها بالضيعه، اللي هي مثلا موضوع الحمايه. عندنا محميه ارز الشوف، الشوف بايوسفير ريزيرف، نحن بنفتخر بوجودهم عندنا بالضيعه، والمعاصر، غابه المعاصر الارز معروفه كثير. في عندنا مثلا فرز النفايات، نحن بنفرز من المصدر. في عندنا نادي بيئي للاطفال، هن كثير نشيطين، حتى بيروحوا على البيوت بفتشوا بزباله العالم ليتاكدوا انه عم يفرزوا. هذه شغله كثير الحقيقه، يعني الجيل الجديد له دور كبير بهذا الموضوع. يعني هالمعايير البيئيه كانت سبب لحتى تقدروا تدخلوا بهالمسابقه وتكونوا من العشره الفاينلست. خلينا نقول تذكير سريع بوين ممكن يصوتوا، لان بعد ما طلعت النتيجه. الناس بيفوتوا على lorientlejour.com/village، وهونيك كثير هينه، في 3-4 نقط بيلحقوها، بيقدروا يصوتوا من فيسبوك او من حيلا ايميل، المهم يكون عندهم ايميل. في عندهم لائحه البلدات، هن 10 بلدات. وبلش اليوم التصويت، ولحديت هلا البرونوستيك منيح للمعاصر، وان شاء الله بيضل ان شاء الله. يعني محبين المعاصر كثار، ونحن الوحيدين بالشوف الممثلين. فبنتامل كل الشوف وكل الاصحاب يصوتوا لنا اكيد، ونحن بنتامل انه كل مناطق لبنان وقريه لبنان تعمر هيك وترجع تشتغل للمحافظه على البيئه وعلى التراث وعلى هويتها ايضا. انا بدي اشكر وجودك معنا دكتور جورج عربيد، رئيس بلديه معاصر الشوف. نحن رح نختم بفيديو حضرتوا لنا اياه عن هالحمله وعن معاصر الشوف ايضا، وبناخذ بريك وبنرجع. شكرا. ويا طالع صوب الجبل بوس لي طرابه، نحن خلقنا بهالجبل ومنضل حبابه. ويا طالع صوب الجبل بوس لي طرابه، عصر جيب لي حجار وخليني ضمن ضمي. قبل كل شيء بتستقبلك البساتين يلي مزروعه ويلي عم نحسن وضعها هلا، عم نعمل مشروع ري عليه رح يعمل فرق كثير لحتى الناس تزرع ارضها، وارض المعاصر معطاها كثير كل انواع الخضار والفواكه، اهم شيء معروفين نحن بالتفاح، نجاص، الدراق، العنب، التين، الزعتر مهم كثير عندنا، حتى اشياء جديده مثل الخزام مثلا الناس عم تبلش تزرعها وفي لها فوائد كثير. هيدي ما فيك ما تشوف الارز، هو بعد يطلع بيقول لك انا هون، بتحس حالك بمكان مميز، كنز. هاي نغصونك يا ارز الشوف، منتعلم على الاصالي. العاصر حلو كتير صبوره. احكي لي احكي لي عن بلدي، احكي لي يا نسيم اللي مارق على الشجر مقابلي، عن اهلي حكايه، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. خبز الصاج الخديم اللي بعدنا ما عشنا على أيام جدودنا، أيام الخبز الخمح، ورجعنا بعدنا مشينا التراث وبعدنا عايشين على خبز الخمح الصافي الموجود خالي من أي مواد حافظة. أحمر إلى
خبزي أمي وقهوتي أمي ولمستي أمي. المعاصر ضيعتكم حلوة كتير، اللي بحبها بيصوت لها أكتر ما فيه، وبيجي لعنا بيأكل أطيب ما نخوش فيها. عاصر الشوف ليش بتحب؟ حب لان ارضنا ما اهلنا وكلنا هنا اللي ما فيش من المعاصر، كل واحد بلده مين ما يجي اهله سالفه بياكل درع، كمان بياكل مشمو. شو بدك لك اللي شوف صوته للمعاصر اللي تطلع ما ضايعه. شوف صوته للمعاصر يا